كل الحكومات التي تعاقبت إلى يومنا هذا تتعامل مع الاتحاد بثقافة المخاتلة، والمخاتلة ما تجيش ما تمرش مع الاتحاد العام للشغل، ما يمر مع الاتحاد إلا الوضوح والصدق وكذلك التعامل الجدي والمسؤول. بطبيعة الحال وقت اللي ثم الأسعار قاعدة تزيد وسعر الفائدة يتزاد والوضع قاعد معناه أنا نلتزم بالتزاماتي وتعهداتي، أنت كطرف التزم بتعهداتك والتزاماتك زاد كيف كيف، أما أني نعمل معك اتفاق تاع تعديل مقدرة شرائية في كونجونكتير معناها صعيبة وضحينا وتحملنا النقد حتى من منظورينا، وأنت من هنا بعد تتحيل فهمني في مسألة معينة فهمني باش تزيد في الأسعار وترفع الدعم رفعتها أنت، شو اللي خليت فيه؟ فاليوم وضعية معناها شائكة لبعض الحدود، لابد من الجلوس على الطاولة مرة أخرى تلقينا حوار جدي، فأهلا وسهلا ونلقوا معناها قانون خدمات ومكتب دراسات امراه فهمني فرنسيه في فرنسا ويترجم الى العربيه، احنا ماناش مستعمره نتاع فرنسا، عندنا قدراتنا والدوله التونسيه منذ الاستقلال استثمرت في القدرات البشريه وعندنا اداره تونسيه كفاءات، انت جاي تحكم في البلاد مو عندك رؤيه، انت لازمك تناقش على الناس وترجم رؤيتك، ماكش ما تجيب تستعين بناس بدراسات من وراء البحار باش تبني لك خيارات البلاد، نحبوا نصنعوا مستقبلنا بيدينا واحنا نعرفوا خياراتنا ونعرفوا اولوياتنا. كما البارح كان اليوم من المفروض ثم لقاء مش يكون على قانون المالية وحضرنا 6 أعضاء مكتب تنفيذي وخمسة خبراء باش نشوفوها قانون المالية، آخر لحظة البارح يعتذروا يقولوا ما نجموش كذا، وقت أنت عندك مشروع تبعثوا في أجال محدد وتبعثوا مدة ساعة من الوقت، أما تبعثوا قبل ساعتين ثلاثة فالنية مبيتة قبل كل شيء، واحنا ما نجموش نخدموا بالنوايا في النذية، الأزمة الحقيقية أزمة معناها ربط جسور الثقة بين الطرفين. المعركة الوطنية معركة معناها تطور، معركة معناها خلق الثروة، معركة كما نقولوا فيها معناها بناء وطن ناجع وفاعل متضامنين فيه. أما اليوم لكان بالمناكفات اللي سايرة وبالشعارات الجوفاء اللي قاعدة سايرة، البلاد نشوفوها برشا ناس يقول لك مش نحملوا الحيط، تفوتناها الحيط غادي من، فالرأي العام لازم يكون فايق ويعرف اللي بلاده راي ماشيه في سكه غالطه في طريق غلط. احنا عملنا اتفاق في زياده الاجور مرتبط باتفاق متعلق بتطبيق 6 فيفري اتفاقيات 6 فيفري ومتعلق باصلاح المؤسسات العموميه وبالاجر الادنى، الحكومه لم تلتزم الا بالاجر الادنى الى حد الان، وبالنسبه للزيادات ما زال ثم مشاكل، والى حد اليوم هو انتهى شهر نوفمبر ولم يصدر اي شيء، نفس الامر بالنسبه للاتفاقات 6 فيفري لم يصدر اي اتفاق في الرائد الرسمي، زياده على ذلك اللي خذيناه وهو قليل وهو لا يرضي ولا يمكن ان يقبله العمال في الزيادات وهي ضعيفه جدا، ذهب في الأسعار وارتفاع الأسعار والتهاب الأسعار وذهب في رفع الدعم وفي الطرق الملتوية اللي تعمل فيها الحكومة من أجل مزيد تفقير الشعب عن طريق تجويعه بفقدان المواد الأساسية برفع أسعارها وبرفع دعمها، ولذلك بالنسبة لنا احنا لن نرضى بأنه البند اللي يتعلق بعدم مطالبة بزيادات في 3 سنوات هذم إلى حدود 25 لا يلزمنا، والحكومة هي التي بدأت في الإخلال بالاتفاق، ثم في المنشور 20 نقحناه معا فإذا بهم يصدر منشور 21 واللي واصل تقييد المفاوضات مسبقا، ما تقع حتى مفاوضة إلا بعرض وعرض إلى غير ذلك من الأساليب اللي تمنع وتضرب الحوار الاجتماعي العريق في تونس، في بهذا لا الحوار الاجتماعي ماشي ولا الاتفاقات مطبقة ولا الأوامر صادرة، ومن هذه الزاوية نحن في حل من كل اتفاق مع الحكومة في هذا الجانب، وسيكون للقطاعات حقها في المطالبة في كل بكل المطالب اللي عندها مردود مالي ولا المردود معنوي. ثم مؤسسات في الاتحاد اللي تتخذ القرارات. القرارات ستجتمع الهيئة الإدارية في الأيام القريبة القادمة بعد اجتماع المكتب التنفيذي بعد 4 ديسمبر كملوا ذكرى اغتيال زعيم فرحات حشاد، وبعد لكل حادث حديث، احنا دعاة حوار وحوار مسؤول ونحبوا بلادنا تبنى ولنزيدوا لحد في الوطنية، اما بالمهاترة هذه وبالمخاتلة هذه لن نبقى مكتوفين أيدي.